شوف بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هو من حق المدرب، هو جاي 28 لازم يريدون عنده 23 عليه، بس هو لحد الان ماكو واحد مستبعد. شوف انت غير دليل انت بعد الفريق كله موجود، بعد عندنا موجود، بس هو القائمه يعني لازم يريدون الاتحاد الاسيوي 23. هسه اعلنا عنها ما اعلنا عليها، راح تطلع بالموقع الاسماء على... حقيقيه لحد الان هو عنده كل شويه متغيرات، فمن حقه مدرب يشوف الاصح، يشوف من راح يكمل ياه بالبطولة الآسيوية، وعنده مباراة يوم الجمعة يوم غد إن شاء الله، مباراة مع الفريق الفلسطيني، نتمنى بالخير الفريق نكش. حتى لو هاي الأسماء حقيقية بس ممكن يتغيرون يعني لحد أربعة واحد لحظات أربعة واحد هي القائمة الحقيقية والأساسية لحظات، هو سي جزء بالتمرين بكرة يجوز يلعب لاعبين ملعب راح يلعبون يعني إيه راح يلعبون يجوز يشوف ويقتنع، فعندنا متغيرات إن شاء الله نتمنى نكون موفق. لو قائمة 50 نخلي بالقائمة 50، شو سوينا نشوف كلهم أبناء البلد وكلهم لاعبين، كلهم يردون يمثلون في بطولة آسيا، بطولة كبيرة من بعد كأس العالم، يعني أتمنى الموفق. إذا يعني حتى لو قائمة حقيقية بس الأسماء الحقيقية هي يوم 4/1 تصدق إن شاء الله، وهو عنده متغيرات إن شاء الله. أتمنى التوفيق لمنتخبنا، أريد إسنادكم ودعمكم للمنتخب الوطني، تعرف أن المهمة ليس بسهلة خاصة مع الفريق الفيتنامي. زين كلمة توجهها لأصحاب البيجات أو المواقع اللي يعني بعض التفاصيل أو بعض المنشورات اللي ينشوها اللي ممكن تأثر يعني على نفسية اللاعبين أو تأثر على المنتخب بشكل عام. تعرف قلت لك أنت اسم خير دليل، أنت موجود موقعك وقناتك الكريمة، فأعتقد خلي ينتظرون للإعلام اللي يسوي مقابلات، عندنا مكتب إعلامي هو راح ينزل متغيرات هواي، فنتمنى من الله أن يكون دعمهم خلال المرحلة المقبلة دعم يعني أخوي ودعم لأبناء بلدهم ودعم للاعبين الموجودين في سبيل الله يصير أحد يتأثر من اللاعبين. يعني هاي تفاصيل ممكن تأثر الصراحة على اللاعبين. طبعا هو تأثر كل لاعب يقول لك أنا جاي اليوم يعني أنا لازم أمثل بلدي، وهذا من حق حق مشروع، بس هي القائمة يعني من نسمع لاعب أنه ممكن اسمه نوفع بقائمة معينة، أما كل المواقع والبيجات والأخوان الإعلام إن شاء الله إعلام كريم ونخليهم على رأسنا، نريد دعمهم للمنتخب خلال المرحلة المقبلة. أشكرك حبيبي، شكرا. المركز الطبي الدولي، عالم طبي متكامل.